هلو، لا أتكلم عربي أنا. بس تقولين هاي قلت يمكن من الإنجليز ولا أجانب. لا لا، Good morning. Good morning، صباح الخير. صباح النور. What user name؟ What user name؟ تفضل، يعني تفضل. اسمي لونتي، اسم الشهرة بس مو اسم اسم الحقيقي لانا. والنعم لانا. طيب ليش ما حطيتي لي انا لانا؟ ليش حطيتي لونتي؟ لأني لقيت إن في وحدة اسمها لانا غيري، فقلت طيب خليني أغير. طيب هذا أنا ألف واحد غيري اسمه سعود، حطيت سعود. ما أدري، حسيت بكون غير، ومعروف إن لونتي من زمان، من وأنا صغيرة اسمي لونتي، يعني الناس ينادوني. وليش سموك لونتي طيب؟ ولد خالتي هو اللي سماني هالاسم. وليش سماك؟ شكله يحبك. لا 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 لا، أوه. أجل إيش المشكلة؟ أنا قلت له اختر لي اسم، فقل لي لونتي. كم عمره ولد خالتك؟ عادي نسوي سكيب على ولد خالتي. ليش جابني إضافات كثيرة؟ ويت، كم عندك في البيت؟ مين أنت؟ معك شبيه طلال مداح بالصوت. حاج لونتي بخير الحمد لله. مدمد أنا نفس صوت المشهور طلال مداح الله يرحمه. الله يرحمه، نفس صوتها سبحان الله. لو أغني لك تسكريني وانك تسمين طلال مداح داخل معك قصت. يلا غني أشوف. أمشي سكري وانك أنت شكلك هتطلع عادي. تبي تطلع؟ أطلع. يا عيبتك هذا الكلام ينقال؟ هذا الكلام ينقال يا بلنتي؟ شو اسمك أنت؟ لامتي. بلنتي حلو. لونتي. لونتي صوت حلو والله، كلهم يقولوا صوتك حلو جد. ماشي طب شكرا. استنى سعود بن خميس، عندي 1,500,000. انا شبيه صوت وليش رسلت لي؟ انا عندي يعني مشاهدين قليل، ليش رسلت لي؟ ايش معنى انا يعني؟ تسبين نفس المشاهير الثانيين اللي عندهم لما يتقون مع شخص اللي عنده مشاهدات؟ لا بالعكس، انا احب ادعم الناس الاخرين، احب ادعم الناس، لاني انا كنت نفسكم، كنت زيكم ما عندي مشاهدات، واتمنى اني ادخل مع مشهور، واحس ودي اني شخص اكون مشهور، لكن ما حد يقدر ذا الشيء الا نفسه. يا جيني اضافات كثير على السناب جايز، ريلاكس. قد اوكي ايوه، فانا مقدر اللي انتم فيه. كلهم قاعدين يقولوا لي جيش سعود. طبعا جيش، انا يا رب لك الحمد، الله اعطاني قوه وصار عندي جيش ما شاء الله. ويت، ما اعرف ارد ترى، ويت شو اقول؟ الله يكثرهم. لا اللهم امين، اتمنى جيشي يصير من اقوى الجيوش، هو فعلا من اقوى الجيوش، واتمنى ان يصير جيشي متكاثر حيل، والله العظيم ان شاء الله. ليش لا؟ ادعم كل مشهور وكل مشهوره وكل اي شخص، لاني انا حاسف معاناتكم. انا اول يوم يعني يوم مشاهداتي 10 اقول يا اخي ليش مشاهدين شايفين حالهم؟ بس تدري انا مره مبسوطه بالمشاهدات اللي قبل لا تدخل معايا، تدري؟ وليش طيب يعني؟ عادي مبسوطه راضيه يعني، ما في شيء. لا انت ما عندك طموح اجل. لا والله عندي، بس طموحي مو في الشهره الصراحه. شنو طموحك؟ خليها بيني وبين نفسي احسن. يعني مثلا ايش طموحك؟ فين اصلا؟ من بنغلاديش. لا من السعودية. بس من فين أقصد؟ من السعودية. أنا أيوة. من السعودية. أيوة من فين؟ رياض، جدة. أتحفظ ما أحب أقول. ليش؟ عشان لما يكون في الفانزات ما شاء الله إيش كثرهم اللي عندي، يشوفوك ولا شيء ما أدري. كلهم حنا أصلا كلنا في استراحة، كل اللي معي هنا في البث كلنا في استراحة. أرفع الجوال أشوف كذا، أرفع الجوال. لا يعني كلنا في استراحة، بس الحين في البيت أبث، لا خلصت أروح الاستراحة. يعني بيتكم الاستراحة صح؟ من بيتنا روح للاستراحة. ها اوكي، ما ادري بس اكيد. يلا بغنيك طلع مداع. اوكي يلا. شقت الليل بالشالة ولسمت لجد اخوانا بالذي اللي بقربك يبيع الكون يا لالا. اشقت الليل والجمعة
ولو انت بشتر الليل بغفى والجميع خلاص نكتفي بهذا الشيء لو سمحت. سوي على صوتك مرة يجنن، بس أتمنى ما ينعد. سوري يعني دخلت المود، بس يعني بس فهمت طولته. أنا أدري إني تأخر. هذا عراقي ولا سعودي ولا إيش بالضبط؟ لا هذا فنان. إيش وضعه؟ صوت الفنان طلع من داعش، شكت الليل ونجوم. ما شاء الله، والله ولا عرفت الأغنية ولا ما أدري ليش. صوتك حلو بس ما أدري، في كان إزعاج يمكن يعني على طول اندمجت في ال... أغير لك الأغنية. أوكي نجرب، يلا نعطيه فرصة ثانية. لا بس شوف، لا يعني لا تغوص جوة الأغنية، خليك برا شوية. تبيني أعطيك إياها بدون إحساس؟ لا إلا بإحساس بس مو مرة. يلا شاحنة جت. غايب ومالك أمل ترجع. لا ما حبيت. في غايب ومالك أمل ترجع. نايس نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو. اوف مني. لا دحين صوتك حلو جد، والله دحين حلو، ما اقدر اجامل. والله دحين كمل كمل. اوف مني عايف البيت بحبي ولا عيني. انت تغني شيلات؟ انت تغني شيلات؟ طب الكعبة ما عندي ولا شيلة. اجل كيف كذا فجأة صوتك حلو؟ حيل حلو ولا كل هذا مال عينك يعني؟ لا في البداية ما كان حلو، دحين حلو. طيب وتفكيري خميس هاي الزمان عبد الحليم. ارجع لذاك الصوت. عذر القلوب تغير اوف مني هاي الزمان عبد الحليم. لا 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 تقلب لا تقلب لا تقلب لا تقلب الاصوات لو سمحت. ايش اللي لا تقلب؟ ايش اللي لا تقلب؟ ايش اللي لا تقلب؟ والله في صوت حلو فيك بس انت قاعد تلفلف. هذا صوتي كله مو عاجبك يعني ولا لا؟ في شيء، في شيء حلو. جات تحذير. انت قام بالانتهاك بسبب التنمر مني انا؟ اذا تنمرتي وتحرشتي فيني. نعم كلامهم صحيح. مكتوب. سوري. كل هالصوت. كل الصوت وش تنمرين علي؟ شو قلة الأدب اللي أنت وصلتي لها؟ ها؟ ما تنمرت. أوف مني عايف الميت. ما تنمرت جايز. واحد اللي ما يحبني. أوف مني أنا عجب بالما عجبة واللي عجبة ما يعجبني. أوف مني أتعب وإنك ارتابي عالتعب ما حد شكرني. الله حبيت صراحة. الكسر دائما اني ولما احتاج يذلني لله احب انطي حناني ولما احتاج يذلني. اوف مني اتعب وانك ارتابي وعالتعب ما حد شكرني. حبيت دحين صوتك حلو جايز. عادي تشيلوا التحذير. دحين صوته حلو. قبل شيء خايس بالله صوتك. والله جد خايس سوري يعني بس.
غريبة، ما سألتني أنا من فين، لهجتي مليون من لهجة. جدة. أيوة من جدة. وإيش؟ لا جدة بس صراحة. دقيقة بس النامس دقيقة. حتى أنا عندي، تعال اقتلها اللي عندي. شريبها تم الطرح. ما تخاف. أسمع أسمع أسمع، بحكم عليك. موت واحدة ثانية وتزوجهم هم الاثنين. تشوفينها؟ ما يعطوك باند؟ أشوف. ياع ما تقرف؟ ليش اللي أقرف؟ ياع أنا ما أقتلهم. أنا نادي ماما تقتلهم. والله طارت دقيقة قامت. أنت اللي قمت والله. إيه طارت قسم بيت الله. والله طرحتها بس شكر الله. أنت باكلها والله هذه فيتامين سي. أيوة. إن شاء الله تعود وأطرحها. إيش يعني أطرحها؟ أمسك منها أغولها. عندك جمل ناقة؟ إيه. كم ناقة؟ إيش معنى؟ أنت واحدة وفي غيرك عشرة. أنا؟ إيش دخلني؟ مقلب مقلب. شو المقلب هذا السريع؟ أيوة. قلت خالتك هذا اللي كلمتينا عنه وين؟ متى ما يفتح بث وكذا؟ والله ما أشوفها ولا يعني ما أشوفها أبداً، خلاص كبرنا، هذا كان زمان. كبرنا بس نحس عمرنا صغيرة. صغيرة. مستحيل ما تكون عراقي، مستحيل. أتشرف لكن مش عراقي والله. صوتك فيه كذا بحت العراقيين. أعرفك هذا طبعك يا محيرني. الله. عشرة أيام تنسى ويوم تهجرني. خليه يغني دمار. أعرفك هذا طبعك يا محيرني. عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني. افتيتها الصوت. عوفك ليه الزمن والدنيا والأيام. أيوة حبيت الصوت الصراحة. باك بعدين تسوي لي ألبوم ترسل لي. باندا ويلكم. لي لا ذبحني الليل، ذبحني الليل بليز. رجع 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 دقيقة، بقعد عليه دقيقة بخف السبع بعتنا. تم قبض اللابتوب. الغرفة السحرية، الغرفة السحرية. شو الغرفة السحرية؟ تعال تلعبين جولة أحكام صرف؟ يلا. شوف ترى عندي داعم صديقي من زمان ما دعمني، فاحتمال إني نزل لي. طب عادي رباعي؟ ما عندي مع جدتي. لا 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 عادي دفع أمامي. سعود كم عمرك؟ عرفنا عليك أكثر. 6 سنوات. معاكل استاذ سعود بن خميس، مدرس خصوصي ولاعب كرة يد سابق، مع الحزام الابيض والذهبي والبرونزي. وش هذا الاحزمه؟ ما ادري. المهم ايوه كمل. وعندي حركه حتى جاكي شان ما سوى زيها. وريني. تعال تعال ارجع 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 ارجع. هذا يسويها اذا ضربت مع اختي. تعال. تو ما جت الحركه بس مقدمات، فهمتي؟ يعني هي في اوقات معينه تجي الحركه فيها؟ لا يعني كنت بقدمها بس يعني لازم اسويها، فهمتي؟ اسخن شوي. اوكي. خلاص عادي مو لازم. بس خلصت الحركه ولا لسه؟ لا لسه باقي. سخن. هذا يسويها لأختي لما نتضارب أنا وهي. هذا كاراتيه يا ولد. سويها لما ينزل أسد مو بالحين. يلا حدين بدعو يجي أسد. يلا أشوف. يا رب أسد يا رب أسد.
على الصدام. شو اللي على الصدام؟ امزح امزح والله امزح. قالوا لي قوليها لما تلعبي. يا رب يا رب. بس خلنا نشغل شغل اغنية عشان تجي يا ست. شغل شيلات لو سمحت. حمود موجود؟ الدبل 1060 1050 1050 يس. أعرفك هذا طبعك يا محيرني. أرحب الله تأخر بس يلا بتفين الأسد. يلا وريني أشوف. اثنين ثلاث. شكلي ما أصلح ممثل. لا ينفع تكون مغني أو موديل. موديل موديل بست وكذا. موديل تلبس إيوه ملابس هدي وكذا. والله اللي يسوون كذا اللي يسوون كذا. بس نزل الأكمام نزل الأكمام نزل الأكمام إيوه. لا هذا حق البنات بس هذا مش حق البنات. إيوه كده خليك واقف ايوه وانا اصورك. الله بيرفكت نايس نايس. ينفع تصير موديل ترى والله جد. معقوله ما عندك ويت انا ما شفت شيء عنك. ويت خلينا اشوف. سعود سعود ايش؟ اوكي سعود. هذا اكتبي الموديل موديل است سعود بن خميس. است انت مغني. والله مو مغني والله. هذا ايش؟ لا مو مغني بس لقيت ميكروفون طايح وقلت خلنا اغني جد. ذبحني الليل بدونك والله ما اقدر. وحيد حزين ويا الهموم اسهر اشوف الويل انادي وصوتي رجع لي حبيبي وين وعدك لي إذا دار الزمن فينا. وإذا إيش ما أدري. نايس صوتك حلو. أبلع فراشي. وأنا طيب. كل شيء تغني لي. في الصراحة أول مرة أضيف بنات بس يلا بضيفك. قول والله. لا عادي لا تضيفني والله جد. بس أنا أضيفك. ضفتك ضفتك. بس ترى سناب بالباي أوكي. اوكي المهم اكتبي شو احكامك. الحكم الاول تاكلين شو اسمه جرجير. والله جد اكل ما نفذ. الحكم الثاني المطبخ خلاص. الحكم الثاني تروحي شو اسمه للسوق بكره صب. اي سوق بالضبط؟ بكرة. انا بجدة سوق اطلق سوق عندكم شو اسمه ما ادري والله. انا ما اطلع من البيت الصراحة بيتوتية انا. حتى نار خلاص سامحت في رتسي. لا عادي والله اعطيني حقا. والله جد والله جد والله جد والله والله سامحت والله انا ابغى انفذ انا ابغى انفذ. اعطني يلا
سوق الصواريخ. الصواريخ ايش ده؟ ما اعرف. ما ادري واحد كاتب سوق الصواريخ. اوكي ايش اسوي هناك؟ اجهز الصاروخ ولا ايش اسوي؟ جبنا شو اسمه، شنو شو يبيع سوق الصواريخ شباب؟ يعني ولا روح تشاليح؟ تشاليح؟ ايش هذا؟ ايه افضل سوق وماركات في العالم. قصدك التحلية؟ تشاليح افضل في انا في جدة ماركات. يا ولد، ايش هذا؟ اول مرة طيب اسمع في كل مكان تشاليح، في كل مكان تلقى ماركات عالمية. هناك شيلة يا اكتب اكتب السوق التشاليح رجاء. لا استنى، سوق التشاليح ليه بالدمام مكتوب كل مكان. اوكي في جدة نشوف. ماركة ابو علي، ماركة ابو تشاليح الحمدانية. الحمدانية افضل ماركة هذه. هذا حق السيارات يا ولد. ايه هو شوف ايه تشاليح تلقين قطع سيارات وكذا. شفت الصدام اللي فيهم؟ انا احكمك كذا تروحين هناك وتجيبي لي لاني قلت لك على الصدام. يعني ايه تروحين هناك تشتري صدام؟ ايش يعني صدام اصلا؟ هذا اللي صدام الامامي في السياره. اوكي هذا الاحكام. اشتري يعني صدام ولا كيف؟ ايوه تركبينه صدام كنكسر الاول. اوكي يلا تبي شيء اختنا بلنتي؟ سامحتك خلاص خلاص. اوكي يلا تشرفنا فيك. شرف لي الله يحفظك.